بمبادرة من غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية الجزائر على غرار باقي غرف الصناعة التقليدية على المستوى الوطني، يقوم بهذه الأيام التحسيسية لدى المواطنين بضرورة وإلزامية ارتداء الكمامات الوقائية، مما سيساهم حتما في التعجيل من رفع الحجر المنزلي والحجر الصحي في أقرب الآجال إن شاء الله. شاركت اليوم أمن المقاطعة الإدارية غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية الجزائر في توزيع 2000 قناع صحي للمواطنين مجانا، مع توعيتهم وتحسيسهم على ضرورية وإلزامية ارتداء هذا القناع الصحي لحمايتهم وصحتهم وسلامتهم هم وعائلتهم.